عندنا اترو ديال الحليب، اترو ديال الحليب، نص حامضه معصره، نص حامضه معصره، قريصه ديال الملح، قريصه ديال الملح. صافي هادشي اللي عندنا. صافي صافي. كنديروا داك الحليب فوق النار. نعم. كيغلي مزيان. اييه. كنقطعوا ديك كنرميو ديك الطريف ديال الحامض، ديك العصير ديال الحامض. العصير ديال الحامض. وكنخليو بحال كيغلي. ملي كدير داك الحامض الحليب كيبقى كيتقطع. اييه. كتقبض السيدة واحد البونسمون جديدة. إيه. ولا زيف ديال حياتي ممكن يكون نقي. وكدير داك الكمية كاملة ديال الحليب وكتعقدو وتحطو شي بليصة كيتسقطر. كتعلقو في شي. نعم. شي بليصة. كتخليه حتى كيتسقطر على خاطر خاطر. شي شبيكة لا. ممكن ولكن الا درتي انت بغيتي دير داك كميم سالك كميم زيت حياتي ديال شحال هادي كاين لان ربما الشبيكه كاين اللي عندها عوينات غلاط كاين اللي عندها غتخرج لك الكميه الكميه ما غاديش يبقى لك هذاك حيت جبت لك غير الحليب نعم صافي فوا كتيبس ما كيبقاش فيها الحليب كتولي جبن كتولي جبن يا سلام طيب غنحتاجوا الاترو ديال الحليب غنحتاجوا نص حامضه معصره وغنحتاجوا الطريطقه ديال الملح غناخذوا الحليب مع الحامض نديروهم فوق النار نبقاو خلطوهم ياك نبقاو نحركوهم شويه بشويه بحال كيف كيخلو كيف غير شويه بحال كيفيض هو فوا كترمي داك الحامض كيتقطع داك الحليب حنا كيخسر بحال كيتجمع بحال كي نعم كناخذوه وتنديروه في واحد الزيف حياتي اللي اولا واحد الطريف ديال الثوب اللي تيكون نقي نعم ناخذوا داك الكيمياء كنديروها فيه وكنعقدوها نعقدوها تنعلقوها في شي بليصه ولا ديروها في الشبيكه المهم اون فوا كديرها في داك الزويف صافي ماشي مشكل صافي ماشي مشكل ديروها في الشبيكه وخليوها تبقى تقطر تقطر حتى تنشف مزيان من بعد ناخذوا داك المكون اللي غيكون داخل هو اللي غادي يكون الجبن بغات السيده داك الديكور كديري مع الحليب نديرو مع الحليب نعم بغات السيده داك الديكور اللي كيكون في الجبن اللي تكمل ديرو في واحد الشبيكه الشبيكه هو اللي كياخذ الديكور ديالها اون فوا كتقلب الشبيكه كيبقى داك الديكور من الفوق نعم انا كيعجبني من السم فعلا الجبن كيعجبني من السم هذا مثلا مع الزيتون نزيد عليه ما شويه ديال الزعتره نزيد عليه شويه ديال الزعتره يعني على حسب تعمرين ببريوات كيجي زوين كيجي رائع فعلا كيجي رائع ومفيد وخفيف